الثلاثي ميدو جابر، صالح جمعة، أحمد حمودي، رأس حربة وحيد وصريح جونيور أجاي. على الجانب الآخر فريق الجونة قيادة المدير الفني الخلوق الكابتن هشام زكريا بيتولى القيادة الفنية لفريق الجونة هذا الموسم. يدخل اللقاء بتشكيل مكون من هيثم محمد في حراسة المرمى، قدامه الثنائي خالد صبحي رقم 3، عبد الله البلاط 25، في اليمين الوافد كريم الكومي. زي ما حضراتكم شايفين مهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تواجد هنا في أرض الملعب لمؤازرة ومتابعة اللقاء. تحية بيسلم على لاعبي النادي الأهلي أكرم توفيق وعمرو بركات وطاقم التحكيم لهذا اللقاء بقيادة الكابتن طارق سامي. مهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. على الصورة المعلم الوسطى صالح جمعة، واحد من دكاترة التخدير في النادي الأهلي في منتصف الملعب. معلم الوسطى صالح جمعة. استكمل مع حضراتكم تشكيل فريق الجونة. هيثم محمد في حراسة المرمى، قدامه خالد صبحي رقم 3، عبد الله البلاط 25، في اليمين كريم الكومي 20، في الشمال احمد حسني 13، نص الملعب مصطفى جابر 15، محمود عقل رقم 27، قدامهم الثلاثي محمد الشبراوي ويوسف عمر، صلاح خطاب راس الحربة الوحيد والصريح بيسو. مباراة يدرى تحكيميا طاقم تحكيم بقيادة طارق سامي، مساعد اول وليد عبد اللطيف والمساعد الثاني محمد ابو رحاب. زي ما قلت لحضراتكم هي المواجهة الاخيرة للنادي الاهلي قبل مواجهه الترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا. مباراه الذهاب ان شاء الله ستقام على ملعب واستاد برج العرب. كل التوفيق للمارد الاحمر بتحقيق الانتصار ان شاء الله قبل الذهاب يوم 21 الى تونس وملاقات الترجي يوم 23 بمشيئه الله. عقبه هامه لكن لا يجب ان تنسى جماهير النادي الاهلي ان الاهلي هو الملك المتوج على عرش القاره السمراء. مع احترامنا الشديد لفريق الترجي واحد من الفرق اللي هذا الموسم قدم اداء اكثر من رائع. ادي الصوره على الكابتن حسام البدري وجهاز الفني هشام محمد كابتن تيم النادي الاهلي، ويوسف عمر رقم 11 كابتن تيم الجونه. هشام بيتولى شاره القياده. زي ما قلت لحضراتكم هو اقدم اللاعبين على ارض الملعب اللي صعد ولعب مع الفريق الاول هشام محمد. زي ما قلنا جماهير النادي الاهلي لا يجب ان تنسى ان النادي الاهلي هو الملك المتوج على عرش القاره السمراء برصيد 8 القاب قاريه. يعني مع احترامنا الشديد لفريق الترجي اللي ادى هذا الموسم ومقدم اداء اكثر من رائع، لكن لا يجب ان ننسى جميعا ان النادي الاهلي المارد الاحمر يبقى الاهلي بشموخه وعزته وكبريائه هو الملك المتوج وهو المرشح الاول لاحراز البطوله. كل التوفيق للنادي الاهلي ولاعبيه وجهازه الفني. هننتظر صافره بدايه احداث اللقاء. هيكون على ايدنا اليمين في الشوط الاول فريق الجونه بالرداء الازرق، على ايدنا الشمال النادي الاهلي الزي التقليدي والرداء الاحمر للنادي الاهلي. زي ما قلنا جهاز فني لفريق الجونه، سيد اللواء عبد الجليل مدير الكره، كابتن هشام زكريا واحد من المدربين والمديرين الفنيين اللي اثبتوا كفائتهم وجدارتهم في كره القدم المصريه. كابتن هشام زكريا معاه وجيه عبد العظيم مدرب عام، عمر التوني مخطط احمال، عثمان احمد عثمان مدرب، كريم عبد الحكيم مدرب، اشرف عبد الرشيد مدرب حراس المرمى، طبيب الفريق دكتور محمد اللبيني. انطلقت صافره بدايه احداث اللقاء. انينا ونتابع اللقاء، مواجهه ان شاء الله تكون مميزه وننتظر فيها كره من الفريقين سواء النادي الاهلي او فريق الجونه. احمد حسني يلعبها ويعلق لكن سهله بين ايدي محمد الشناوي. عوده من الاصابه، الشناوي كان تعرض لكدمه في لقاء النصر لكن عاد سريعا. كل السلامه لمحمد الشناوي. صالح جمعه القميص رقم 22 محور احداث النادي الاهلي في الفتره الاخيره. قدم اليمنى دائما وابدا للاسطى والمعلم صالح جمعه. هيلعب الركله الركنيه بالقدم اليمنى، الكره اللي فيها سويرف يلعبها مع ميدو جابر لصالح جمعه، يشيلها جميله على القائم البعيد. يا سلام على البدايه، يا سلام على البدايه والحكايه والروايه، اجمل حكايه واجمل روايه
شوف القدم اليمنى لصالح عملت ايه. وجونيور جاييه، الله عليك يا جونيور، هدف اول، ضربة البداية للنادي الاهلي مع اول دقائق اللقاء. عادي جونيور جاييه، شوف قاطع جونيور على القائم البعيد، يرتقي جونيور من الوضع طائرا، يضع الاهلي في المقدمة. هدف اول هيحل اللقاء، يعني بيني وبينكم الهدف المبكر للنادي الاهلي هيحل اللقاء، هيفك اللقاء بدري بدري. كابتن هشام زكريا داخل اللقاء عايز استفيد من اللقاء باكبر قدر ممكن، بالنسبه له اختبار في غايه القوه امام النادي الاهلي. ايضا النادي الاهلي حب ان يخوض لقاء قوي جدا قبل مواجهه الترجي، فاختار فريق الجونه واحد من الفرق اللي دايما كانت تأدي اداء اكثر من رائع امام النادي الاهلي. نجيب يرجع لمحمد الشناوي، اسبقيه افضليه للنادي الاهلي عن طريق راسيه جونيور راجيه، كانت الكره العرضيه اتلعبت من طبيب التخدير بتاع النادي الاهلي صالح جمعه. هشام محمد، اللعب السهل، اللعب السلس الممتع لجونيور راجيه مره ثانيه. ايمن اشرف في المركز المساك النهارده، ايمن اشرف، ميدو جابر عايز يعمل ويقفل تمريره في اتجاه صبر رحيل، مره ثانيه ميدو جابر غير ملعب جميله من هشام محمد في اتجاه محمد داني عايز يلم محمد داني، لكن ياخد منها ركله ركنيه للنادي الاهلي، ركنيه للنادي الاهلي. هنشوف مواجهه في الجانب الايمن للنادي الاهلي ما بين محمد داني واحمد حسني. قدم اليسرى لاحمد حمودي، هتدون احداث المشهد القادم. بنلعب في الدقيقه الثالثه من احداث عمر اللقاء، اسبقيه وافضليه للنادي الاهلي عن طريق النسر النيجيري جونيور راجايي. يلعب حمودي على القائم البعيد لكن سهله في ايد هيثم محمد. بالمناسبه هيثم كان حارس لنادي وادي دجله، كان سبق لي التدريب مع الكابتن هشام زكريا اللي كان صعد بفريق وادي دجله للدوري الممتاز، له فضل كبير الكابتن هشام زكريا في صعود فريق وادي دجله للدوري الممتاز. احمد حسني التمريره مع محمد الشبراوي، الشبراوي يرجع مره ثانيه. مصطفى جابر، الموسم الماضي مصطفى جابر كان ضمن صفوف فريق اف سي مصر. عبد الله البلاط من فريق الاسيوطي، يوسف عمر اضغط عليه من صبري رحيل، صبري وصلاح خطاب يرد مره ثانيه. ايمن اشرف، ميدو جابر، ميدو عايز يرجع يستعيد فورمته ومستواه. ميدو جابر، صبري رحيل يضغط، صلاح خطاب بصافره طارق سامي، احتساب ركله حره لصالح فريق الجونه من الجانب الايمن. ادي الكوره، ادي الضغط من صبري رحيل لكن صافره من طارق سامي. صبري رحيل اللي بيقول له والله ما كلمته، ركله حره لفريق الجونه. هنشوف احمد حسني بالقدم اليسرى، احمد حسني ركله حره لفريق الجونه من الجانب الايمن، القدم اليسرى لاحمد حسني، يلعبها احمد حسني لكن يرد ميدو جابر، رجع يدي وادي التصويبه، خدها كده فريست تايم مره واحده من اللاعب رقم 11 يوسف عمر كابتن تيم الجونه. هيلعب محمد الشناوي في المنطقه الفنيه، الكابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي، تعليمات وتوجيهات للاعب النادي الاهلي. محمد نجيب، يرجع نجيب للشناوي، الشناوي يلعبها الطويله الطوله الاماميه في اتجاه ميدو جابر لكن كريم الكومي. بالمناسبه كريم الكومي كان لاعب ضمن صفوف نادي النصر الموسم الماضي، لاعب الظهير الايمن رقم 20 اللي مع الكوره كريم الكومي. خد منها رامي التماس، الكومي يلعب رامي التماس مره ثانيه، عايز يضغط ميدو جابر، الكومي صافره من طارق سامي واصطدام مع لاعب النادي الاهلي. شوف اللاعب اللي واقع، اعتقد ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي. كل السلامه لايمن اشرف في الاصطدام، كره المشتركه الاخيره لكن مش هتظهر قدامنا، مش الكادر ده خالص. هنشوف كريم ايمن اشرف وايمن، كل السلامه لايمن اشرف ان شاء الله بسيطه. يقوم ايمن اشرف بالسلامه. هذه الصورة على الكابتن حسام البدري وجهازه الفني، كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سيد معوض، الكابتن طارق سليمان. هذه الكورة اللي اصطدمت كانت ما بين اللاعب بيسو وأيمن أشرف، وأدي الهدف اللي أحرزه جونيور راجايي، ثعبان الكبرى لاعب جونيور راجايي.
جونيور أجاي يأتي من حيث لا تدركه الأبصار والعيون، دائما وأبدا لاعب جونيور أجاي لا تدركه الأبصار والعيون. أحمد حسني يرجع مرة تانية لمصطفى جابر، مصطفى جابر يلعبها طويلة في اتجاه أحمد حسني، مضغوط عليه أساطير طارق سامي، احتساب الركلة الحرة اللي تيم الجونة. صالح اللاعب أحمد حسني الظهير الأيسر حرك مع كل كورة، صافرة موفقة من طارق سامي حكم اللقاء. بنلعب في 7 دقايق من أحداث عمر الشوط الأول، تقدم وأسبقية للنادي الأهلي بهدف عن طريق ثعبان الكبرى اللاعب جونيور أجاي. يلعبها مصطفى جابر لكن ترد مرة تانية الشناوي، الشناوي وخارج الملعب، خارج الملعب ركلة المرمى للنادي الأهلي، لكن هيلعب الشناوي، محمد الشناوي، وهذه الكرة الأخيرة عدت ركلة المرمى. يلعب الشناوي، يبدأ مع هشام محمد، هشام اللاعب اللي بيعمل عملية التسليم والتسلم في منتصف ملعب النادي الأهلي، حلقة الاتصال ما بين خط الوسط وخط الدفاع. ادي هشام لعب السهل، اللعب السلس من هشام محمد، محمد نجيب يرجع للشناوي. قبل انطلاق احداث اللقاء كان مؤمن زكريا وعلي معلول طمنا عليهم، ادوا تدريب مران خفيف قبل احداث اللقاء، طمنا خلاص جاهزين ان شاء الله بدءا من اللقاء القادم، لقاء الترجي التونسي. علي معلول ومؤمن زكريا، ايضا مروان محسن لازال بيجري الجري الخفيف حول ملعب استاد مختار التتش. صالح جمعه الوسطى، صالح يشيلها جميله لكن مقطوعه مره ثانيه، يضغط صالح، صالح جمعه يلعب لصابر رحيل من الجانب الايسر، صبري، صبري يلعب للجونيور اجاي، مقطوعه مره ثانيه، اتلعبت في اتجاه بيسو، لمسه واحده اتلعبت طويله لكن عامل تمركز هاني الشناوي، يلعبها طويله الشناوي، احمد حسني، احمد حسني مرة تانية، يوسف عمر يميل على الطرف الأيسر، يوسف عمر يرجع مرة تانية مصطفى جابر لبيسو، بيسو يرجع بيسو، أحمد حسني، سامعين الكابتن هشام زكريا بيطالب، بيطالب لاعبي الجونة بنقل الكرة وسرعة نقل الهجمة. عملية التمرير عبد الله البلاط، كان لاعب ضمن صفوف فريق الأسيوطي عبد الله البلاط، لعب الطويلة الطولية الأمامية، يرد مرة تانية أيمن أشرف، صالح جمعه، صالح هيعدي يلعب التمريره للجونيور اجاي لصالح جمعه، سلام لحمودي، حمودي، حمودي، الله، مش ممكن، مش ممكن يا جونيور اجاي، ده انت جبت الاصعب، لكن شوف الروايه والحكايه، شوف مستر اسيست في النادي الاهلي، شوف الاسطى والمعلم اللي بيديلك الشكل الهجومي، المعلم صالح جمعه يطلع اللعب حمودي، وادي الجونيور اجاي فرصة هدف تاني ضائع من النادي الاهلي. جونيور اجاي كورة خارج المرمى، هو جونيور اجاي هو اللي دخل المرمى، يلعبها صالح جمعة، محمداني، محمد نجيب مرة تانية، التحضير من لاعبي النادي الاهلي لأيمن أشرف، أيمن أشرف مع نيدفيد، كريم نيدفيد يرجع لنجيب، محمد نجيب يلعب للجونيور اجاي، جونيور لمسه لهاني، هاني الجونيور، يا سلام يا جاي، جونيور اجاي حط هجومات قويه جونيور اجاي للنادي الاهلي، لكن يضغط مره ثانيه لاعب محمد الشبراوي، الشبراوي لما كورته، الشبراوي واقف على كورته، الشبراوي وهشام، احمد حسني يعلقها، حسني بالونه ترد مره ثانيه عند اللاعب صلاح خطاب، صلاح عايز يعدي صلاح لكن يامن مره ثانيه، ايمن اشرف تمريرة لميدو جابر، ميدو عنده الكتير والكتير، ميدو جابر حاول يستعيد فورمته ومستواه المميز، ميدو جابر، محمد هاني، صالح جمعة، محتاجين صالح طبعا في لقاء الترجي التونسي، واحد من مفاتيح اللعب الهامة للنادي الأهلي إن شاء الله. أيمن أشرف حل أزمة، أزمة المساك في النادي الأهلي ومركز المدافع، أيمن أشرف، صالح جمعة مرة تانية مقطوعة نص الملعب، مصطفى جابر يلعب مصطفى مع بيسو، بيسو عايز يطلع صلاح خطاب يلعبها، تصويبة لكن خارج الملعب، معدية ركلة المرمى للنادي الأهلي،
تقدم للنادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء عن طريق جونيور راجايه. بنلعب في الدقيقه 11 من احداث وعمر الشوط الاول. هذه التصويبه الاخيره من اللاعب صلاح الطب. هيلعب محمد الشناوي. الشناوي يلعبها طويله. مأمن كريم الكومي. يتواصل توافد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي لمؤازره اللاعبين في اللقاء الودي. استاذ عماد وحيد عضو مجلس الاداره، السيد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، مع حضور مهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. لحضراتكم الاهلي في مرحله هامه، مرحله مهمه جدا، مرحله الحاليه للنادي الاهلي مواجهه الترجي ان شاء الله بمشيئه الله. النادي الاهلي قادر ولاعيب النادي الاهلي، النادي الاهلي بجمهور باذن الله هيملا جنبات استاد برج العرب. يعود الزئير الاحمر ويعود مره ثانيه جماهير النادي الاهلي، الجماهير اللي بتحرك الصخر في اي مكان. حمودي جماهير النادي الاهلي صعب تلاقي نوعيه جمهور النادي الاهلي في مكان ثاني. جمهور مختلف، جمهور له طابع ثاني. جمهور النادي الاهلي ان شاء الله يملا جنبات استاد برج العرب علشان يزلزل استاد برج العرب بمشيئه الله، ويكون اكبر داعم ومساند للفريق في هذا اللقاء الصعب باذن الله. اوعى تنسى انك النادي الاهلي، اوعى تنسى انك انت القيمه الكبرى لكرة القدم المصرية والعربية والأفريقية على مر الأزمان ومر العصور. مهما تمر بتتبدل، يتبدل الألقاب، تتبدل الفرق، وتبدل المراكز، ويبقى البطل واحد، ويبقى العنوان واحد، والعنوان هو النادي الأهلي فرع الجزيرة. النادي الأهلي مقر الإنجازات، مقر البطولات. بدل المراكز، بدل الفرق، ويبقى الاهلي دائما وابدا هو العنوان الاول، الرمز الاكبر للرياضه المصريه والعربيه والافريقيه. كل السلامه للاعب الجونه. استأنف احداث اللقاء بركله حره ام لاعب بيسو رقم 17 في المنطقه الفنيه الخلوق هشام زكريا. تعليمات وتوجيهات لسه في ارض ملعب الجهاز الطبي الفريق الجونه دكتور محمد اللبيني. بنلعب في 14 دقيقه. خالد صبحي القادم من صفوف نادي القناه. البلاط عبد الله البلاط يلعب لكريم الكومي، واحد من العناصر المميزه على فكره اللاعب كريم الكومي الظهير الايمن لفريق الجونه اللي قلت لحضراتكم كان ضمن صفوف فريق النصر. خالد صبحي يلعب، خالد الطويلة الطولة الأمامية. بيسو ركلة حرة عصافير طارق سامي. عاجبني تمركز الحكم المميز طارق سامي، يعني ما شاء الله طارق سامي تمركز بتاعه، الرؤية اللي بياخدها علشان يقدر يحدد ويشوف الكرة والمشهد بشكل صحيح. يعني بالمناسبة فأرى فرصة حابب إن أنا أتكلم على نقطة في هذا الأمر، التمركز اللي بياخده الحكم هي مش حاجة بتبقى زيادة، لا دي من ضمن المهام الأساسية لحكم اللقاء. شوف بعد الكورة أقول لحضراتكم مصطفى جابر وركلة حرة. مصطفى جابر يلعب، مصطفى هشام محمد، التمريرة عند صالح لكن مقطوعة مرة ثانية. تعلقت جميلة لكن سهلة في إيد الشناوي. محمد الشناوي يلعب الطويلة الطولة الأمامية في اتجاه جونيور راجاييه، عدت لحمودي، حمودي لكن ياخد منها رامي التماس. تغطية دفاعية من اللاعب رقم ثلاثة خالد صبحي. هيلعب محمد هاني لجونيور راجاييه، لمحمد هاني، لما هاني، محمد هاني عايز يعدي، يلعب الكروس العرض، يلعبها أرضية، المعلم صالح، يا ولد كملها، لكن ركلة حرة خلاص. ركلة حرة للنادي الاهلي، لكن انا عايز برضه لازلت ان انا مصمم زي ما قلت لحضراتكم، شوف التمركز اللي واخده الحكم طارق سامي، يعني ما شاء الله مدي لنفسه المساحه والرؤيه ان يقدر يشوف الكره بشكل افضل وبصوره صحيحه. يعني المشاهد اللي بيعملها طارق سامي النهارده ارجو من حكام كتير تتفرج على طارق سامي النهارده. ركلة حرة للنادي الاهلي،
هنشوف المشهد والصورة. ميدو جابر على الكورة، أكيد هيكون معاه صالح جمعة من مكان محبب للأسطى. زي ما قلت لحضراتكم أستاذ عماد وحيد واللواء شيرين شمس مدير التنفيذي للنادي الأهلي ومؤازرة من داخل ملعب أستاذ مختار التتش. والله والله وحشنا وحشنا صوت الجمهور في ملعب التتش. هيلعب ميدو جابر، ميدو جابر وهشام محمد، هشام محمد وميدو جابر. ميدو يلعبها، الله حلوه التصويبه، لكن يمسكها على مرتين هيثم محمد، يمسكها على مرتين هيثم محمد. بينه وبينكم ملعب التتش من غير جمهور النادي الاهلي طعم تاني. جمهور النادي الاهلي داخل ملعب التتش صوره ومشهد، والله وحشنا كتير، حشنا صوت جمهور النادي الاهلي في كل مكان، ولكن حتى في التدريب حتى في اللقاءات الوديه جمهور النادي الاهلي داخل ملعب التتش صوره ثانيه، عنوان ثاني. يرجع مره ثانيه هيثم محمد، مره ثانيه ايمن اشرف. بالمناسبه مجلس اداره النادي الاهلي كان طلب وقدر ان هو يزود عدد الجماهير اللي هتحضر بمشيئه الله لقاء الترجي ان شاء الله. جماهير النادي الاهلي هتملى جنبات زي ما قلنا ملعب استاد برج العرب. النادي الاهلي في هذا اللقاء في المقام الاول يحتاج جمهوره، ودائما وابدا ما اشاد الكابتن حسام البدري بجماهير النادي الاهلي في التوقيت الصعب من احداث اللقاء. كريم ندفد، كريم ندفد التمريره لصالح جمعه، يا سلام شله جميله حمود، يلا يا سلام على الهدف الثاني للنادي الاهلي، يا سلام على الطبيب التخدير في النادي الاهلي، فرج على صالح جمعه. والله ده يعني صالح جمعه بقول لحضراتكم مش ممكن، صالح جمعه اللي لو ما كانش طلع لعيب كوره كان من الممكن يبقى طبيب تخدير. شوف شالها جميله ازاي، حطها الحمودي، استلم حمودي، الله على التمريره، الله على التحرك، وادي حمودي، يا سلام على حمودي، حطها لهيثم محمد بكل اريحيه، ديسباسيتو حطها له، ديسباسيتو والله، سلام عليك يا حمودي، لكن شوف التحرك وشوف القطعه من حمودي، وادي طبيب التخدير في النادي الاهلي، المعلم والوسطى صالح جمعه، صالح جمعه حكايه، حكايه وروايه بالقميص رقم 22، يستعيد بريقه ولمعانه مره اخرى صالح جمعه. هدفين للنادي الاهلي والهدفين بتوقيع جونيور اجاي واحمد حمودي، ولكن ارجع لصاحب الحكايه والروايه والموال طبيب التخدير صالح جمعه. يلعب مره ثانيه مصطفى جابر، يرجع للبلاط، اثنين النادي الاهلي، لا شيء الجونه، محمد نجيب، احمد حسني في الجانب الايسر، يلعب مع بيسو، عايز يعدي بيسو لكن خارج الملعب، رمية التماس. ادي الصوره والمشهد، مهندس محمود طاهر والجهاز الفني للنادي الاهلي بعرض الملعب. ايمن اشرف يلعب مع ميدو جابر، يرجع مره ثانيه لايمن اشرف، ميدو الهمسه واللمسه، التحرك، هشام محمد يلعب لصالح جمعه، كرة سهلة، الكرة بسيطة مع صالح جمعه، اوعى تحس ان الامر صعب مع صالح، كل الحلول موجودة. اتلعبت لمحمداني لصالح جمعه، عدى صالح جمعه التمريرة، ان شاء الله بيعدي الكرة في اقل من سنتي، يلعب للجونيور اجاي، طوعها اصطدمت بجونيور اجاي، خارج الملعب مع عبدية لركلة المرمى، جونيور اجاي، نادي الكابتن احمد ايوب. ركلة المرمى، هيلعب هيثم محمد. ادي صالح جمعة، ادي اللي بقول لحضراتكم عليه، شوف شلها بوش رجله، السلام يا صالح. حكاية، وادي التحرك، وادي حمودي بقول لحضراتكم حطها له، ديسباسيتو مرة ثانية. يلعب حمودي. طويلة. مأمن البلاط من لمسة واحدة. عند كريم الكومي ليوسف عمر، يضغط مرة تانية كريم ندفد، النهارده كريم ندفد بيلعب على الدايرة بجانب هشام محمد، واحد من اللعيبة اللي تقدر توظفه في أكتر من مكان، كريم ندفد
يلعبها طويلة محمد الشناوي. ميدو جابر، تبادل المراكز ما بين ميدو جابر وحمودي. اتلعبت لبيسو، محطة هجومية قوية، عايز يطلع أحمد حسني، لكن يا سلام على الدور الدفاعي اللي راجع يعمله ميدو جابر، هفضل ومأمن على كورته. يا سلام يا ميدو يا جابر. لحضراتكم يستعيد مستواه المميز ميدو جابر، واحد من الأهم اللاعبين في النادي الأهلي. ميدو جابر ورقة هامة من الأوراق الهامة للكابتن حسام البدري. أدي جونيور راجاي، جونيور ثعبان الكبرى، جونيور راجاي وسط ثلاثة، عدى الله فكرنا بيفونا وسط ثلاثة، يرجع مرة تانية لصابر رحيل. حمودي إن شاء الله، أحمد حمودي بيمتلك قدم يسرى، بتتكلم قبل ما تلعب. يلعب لكريم ندفت، لمحمد نجيب، لمحمد هاني، يرجع مرة تانية لهشام محمد، سهل الممتنع يا هشام، الكرة البسيطة السهلة يلعبها صبري رحيل. صبري عدى وموي، يا سلام يا صبري، عدى صبري رحيل، صبري، صبري وكريم الكومي، وقف على كورته صبري، يرجع مرة تانية صبري، ياخد منها ركلة حرة للنادي الأهلي، هيروح اللاعب صالح جمعة. صالح جمعة ركلة حرة للنادي الأهلي، الثنائية للنادي الأهلي حتى الآن بأقدام جوني، برأس جوني راجاي على القدم اليسرى لأحمد حمودي. وأدي صبري رحيل، الركلة الحرة للنادي الأهلي. حمودي وصالح جمعة، اتلعبت لصالح، صالح يشيلها جميلة ما شاء الله يلعبها، التقاء من ميدو جابر مرة تانية، راية وصفارة، راية وليد عبد اللطيف وصفرة طارق سامي، احتساب ركلة حرة غير مباشرة لفريق الجونة. كريم ندفد، والله محمد نجيب اللي كان مشترك في الكرة الأخيرة، محمد نجيب هيلعب، هيثم محمد لخالد صبحي. هيلعب محمد هاني، رمية التماس للنادي الأهلي، محمد هاني، صالح جمعة لمحمد هاني مرة تانية، جونيور راجاي من لمسة واحدة جميلة، محمد هاني عايز يعدي لكن ضغط عليه بيسو، بيسو ونجيب، حط جسمه بيسو لكن طماع والله محمد نجيب لخارج الملعب، خبرة والله محمد نجيب. 24 دقيقة من أحداث عمر الشوط الأول، ثنائية حمراء للنادي الأهلي في اللقاء الودي أمام فريق الجونة قبل مواجهة الترجي التونسي. طبعا الترجي ياما لينا معاه حكايات وروايات وبطولات، ودائما وأبدا تبقى تونس ويبقى ملعب رادس، وش الخير وش السعادة على النادي الأهلي. طبعا جماهير النادي الأهلي تقول لك في رادس ياما كتبنا وقلنا حكايات، وعلى ملعب رادس ياما أحرزنا البطولات. مين ينسى هدف الأسطورة محمد أبو تريكة نهائي 2006، طول يعتبر طول البطولة التاريخية للنادي الأهلي. ومين ينسى نهائي 2012 على ملعب رادس بقيادة حسام البدري في 2006، هدف اللي احرزه ابو تريكه. شفنا التمريره الجميله من قلب دفاع النادي الاهلي، كابتن شادي محمد عملها الكابتن شادي وسندها فلافيو متعب، عدت لتريكه قابلها بالقدم اليسرى، اسكنها شباك احمد الجواشي علشان يعطي معاه الاذن بانطلاق الافراح لجماهير النادي الاهلي في كل مكان. 2012 واحدة من أجمل اللقاءات في تاريخ النادي الأهلي أمام الترجي التونسي، وثنائية محمد ناجي جده ووليد سليمان فوز على الترجي بملعبه في عقر داره بهدفين مقابل هدف في لقاء كان أهدر فيه النجم الخلوق أبو تريكة. ركلة الجزاء، عايز تعرف قيمة أبو تريكة، الأهلي بيلعب نهائي وأبو تريكة بيهدر ضربة الجزاء، والجماهير تقول له ولا يهمك أبو تريكة ولا يهمك، مش اي لعيب في النادي الاهلي، الجماهير تقول له ولا يهمك. نرجع مره ثانيه ونقول ان شاء الله بمشيئه الله اللقاء القادم امام الترجي كون هو بوابه العبور ان شاء الله لاحراز البطوله. ميدو جابر عنصر المهاره والابداع، يلعب تمريره، السلام على التحرك من صالح، لكن رايه وصفاره، رايه وصفاره، شوف التحرك اللي بيعمله لاعبي النادي الاهلي واطراف لاعبي النادي الاهلي، تحرك في عمق، تحركات قطريه بيعملها لاعبي النادي الاهلي. ادي صالح جمعه ولا فيها اي حاجه،
ولا فيها أي حاجة يا كابتن وليد. صالح جمعة كرة الأخيرة، صبر رحيل ورايا من المساعد الثاني، اكتساب ركلة حرة للنادي الأهلي. 26 دقيقة من أحداث عمر الشوط الأول، وتقدم للنادي الأهلي بهدفين. لكن كابتن هشام زكريا عايز أقول لحضراتكم ما شاء الله عامل فريق وتيم محترم مع بعض التجانس، إن شاء الله هيعود فريق الجونة مرة أخرى للدوري الممتاز. وفر له نواحي الاستقرار مع مدير فني بحجم وقيمة هشام زكريا، هيقدر إن شاء الله فريق الجونة يرجع للدوري الممتاز. صالح جمعة، حمودي لصالح جمعة، لم صالح، صالح عدى صالح جمعة، صالح جمعة الكورة، الكورة بتحبه، يلعب لصابر رحيل. مش أي لعيب الكورة تطوع، ومش أي لعيب الكورة تمشي وتسير على هواه. صالح جمعة غير مع كرة القدم، واقع لاعب فريق الجونة. صالح جمعة مع كرة القدم غير كل قواعد التمرير والحب والعيش. ادي على الصورة بدلاء النادي الأهلي، ادي الكرة والمشهد، وادي صابر رحيل وإعلام فريق الجونة. كل السلامة إن شاء الله. يعني شايفين طاقم الإخراج في قناة النادي الأهلي جايب لنا كل الأعداد، وادي الهدف الأول، هدف الأول اللي أحرزه اللاعب جونيور رجية، وادي الهدف الثاني، وادي حمودي. يا سلام يا حمودي، يعني عايز اقول لحضراتكم فريق الاخراج في قناه النادي الاهلي ما شاء الله يعني مقدم لنا لقاء اكثر من رائع. يعني بشكر في فريق الاخراج استاذ محمد بيومي والاستاذ محمد. هنشوف الركله الحره، يعني مش عايزين نذكر افراد لكن لهم مجهود ان يذكر فيذكر. يلعب خالد صبحي، عبد الله البلاط، خالد صبحي لاحمد حسني، يلعب مع مصطفى جابر، يرجع مره ثانيه لكريم الكومي، كريم يلعبها طويله، يوسف عمر لم بيسو، بيسو رأس الحربة اللي بيميل على الأطراف، بيسو يضغط حمودي. بنلعب في 29 دقيقة على مقاعد بدلاء النادي الأهلي. اللاعب الجنوب أفريقي في أول ظهور لي باكاماني مهالمبي، عايز أقول لحضراتكم الاسم، الاسم قبل أحداث اللقاء، يعني جماهير النادي الاهلي احتارت مع اسم اللاعب مهالمبي. لكن هقول لحضراتكم قبل اللقاء صرح لي ان افضل اسم هو بيحبه الاسم باكا، يعني افضل الاسماء او الاسم المشهور بيه هو باكا، اسمه باكاماني، ولكن الاسم الاسم المشهور بيه او الاسم المحبب ليه في جنوب افريقيا كان اسمه باكا. فهنشوف ان شاء الله اللاعب باكا او باكاماني مهالمبي لاعب النادي الاهلي في اول ظهور لي إن شاء الله بالرداء الأحمر. مرة تانية بيسو، صفقة من الصفقات اللي دعم بيها صفوف النادي الأهلي آخر الصفقات. أدي الشناوي، اتلعبت طويلة، عبد الله البلاط مع جونيور راجاي، جونيور كريم الكومي، يعني بيني وبينكم كريم الكومي هو اللي نزل بدماغه المستوى قدم اللاعب. مرة تانية مصطفى جابر، تواجد معانا ايضا في استاد ملعب مختار التتش، واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن علاء موهوب، يعني الاسم كان الاسم واللقب المحبب للكابتن علاء موهوب هو النجم علاء موهوب، طبعا موهبه من مواهب النادي الاهلي، واحد من نجوم النادي الاهلي اللي سطروا وكتبوا ياما الصفحات المضيئه للنادي الاهلي. يعني صالح جمعه كده بيحاول يقتبس الكثير والكثير من الكابتن علاء موهوب، يعني موهبة من مواهب النادي الأهلي وعضو لجنة الكرة الكابتن علاء موهوب.
يبدأ مرة تانية كريم الكومي. بيسو يلعب عند يوسف، يلعبها لكن يا سلام على التمركز من محمد هاني. محمد هاني شوف لاعب الطرف في النادي الاهلي، ده الظهير الايمن. شوف التمركز اللي حضراتكم بتشوفوه في ارض الملعب، ده شغل تدريبي وتوزيع ادوار اللاعبين في حاله انتقال الاهلي من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه. وانت معاك الكوره بيبقى ليك شكل، والكوره مش معاك بيبقى ليك شكل تاني. يعني الكوره في حوزه النادي الاهلي بيبقى ليك حاجه اسمها طريقه اللعب. لما تكون الكوره عليك بيبقى حاجه اسمها الشكل، الشكل بتاعك في الملعب، شكل الوقفه، توزيع للادوار. ادي جونيور جاي عايز يعدي، عدى جونيور وما فيش اي حاجه. جونيور يلعب لصالح، صالح جمعه، صالح صالح مش ممكن. السلام على التصدي، تصدي رائع من هيثم محمد، لكن شوف شوف صالح جمعه بيجي منين، العيون مش شايفاه. صالح جمعه بيجي من كل مكان، من العمق، من الاطراف. ادي الكوره وادي جونيور جاي. شوف صالح ما شاء الله، عدى صالح. حريه، حريه حركه بياخدها لاعبي النادي الاهلي. حمودي، رايه صفاره، رايه من وليد عبد اللطيف وصافره طارق سامي. كساب ركله حره، ركله حره غير مباشره. يعني بالمناسبه زي ما قلت لحضراتكم، حابب اتكلم على امر امبارح. بالامس شفنا لقاء الاهلي وطلائع الجيش، ضرب بدايه الدوري الممتاز. دايما النادي الاهلي عودنا ان احنا ما نعقبش على قرارات التحكيم، وعمر جماهير النادي الاهلي ما اتكلمت على تحكيم. جماهير النادي الاهلي عمرها في يوم من الايام ما علقت اي خطا على التحكيم. يعني هنتكلم كلام كتير في اقرب فرصه، اللقاء مش مدينا فرصه، لكن في وقت وفي اقرب فرصه هنتكلم على كلام لازم خطوط نقف عليها. يبدا مره ثانيه لاعب محمود عقل. كريم الكومي، كريم يعلق ويلعب كروس عرضي. الشناوي موجود، محمد الشناوي. يبدا مع ايمن اشرف لكريم ندفد. كريم، ايمن اشرف لحمودي، حمودي يرجع لهشام محمد لحمودي. جونيور راجاي مره ثانيه، محمود عقل يرجع للبلاط، طويله من البلاط، بامن ايمن اشرف. هشام محمد، هشام يلعبها طويله، هشام يلم كورته وياخد صبري، ولكن في دفع في ظهر كريم الكومي ياخد منها ركله حره. بالمناسبه ايمن اشرف عايز اقول لحضراتكم ان كان واحد من لاعبي النادي الاهلي وبيلعب في الناشئين، كان حصل على الدوري مع الفريق الاول وفريق الشباب وفريق 18 عام. ان ايمن اشرف هو ضمن الصفوف الناشئين النادي الاهلي، كان بيلعب في ثلاث فرق ما شاء الله، فريق 18 وفريق الشباب والفريق الاول، و كان احرز الدوري مع الثلاث فرق. ايمن اشرف، محمد الشبراوي، الشبراوي عايز يعدي، الشبراوي مضغوط عليه من محمد هاني خارج الملعب رميه التماس. عجبني سرعه الارتداد وسرعه التحول والانتقال من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه اللي بيعملها اطراف ملعب النادي الاهلي. محمد هاني يلعبها طويله، هاني مأمن عبد الله البلاط، يلعب عبد الله البلاط لكريم الكومي. صلاح خطاب عامل انتشار جيد، لاعبي النادي الاهلي في ارض الملعب وبالتالي قافلين الملعب او خانقين الملعب بلغه الكوره على لاعبي فريق الجونه. خالد صبحي، خالد يلعب مع احمد حسني، احمد حسني يلعب مع الشبراوي، ياخد ركله حره. شوف الحكم طارق سامي وتمركزه وقربه من كل كوره. ادي احمد عادل عبد المنعم وعمرو بركات وباك كماني مع الانبي وعماد متعب بدلاء النادي الاهلي هيجروا العمليات الحمايه. مصطفى جابر يعلق، مصطفى يرد، نجيب حمداني مره ثانيه، محمد نجيب، كريم ندفد، احمد حسني عايز يعدي ولكن خارج الملعب رامي التماس. عجبني اداء حكم اللقاء حتى الان طارق سامي، يعني الحكم المميز ما تحسش بيه في احداث اللقاء، يعني الحكم الكويس هو اللي ما تحسش بيه في احداث اللقاء ولا تحس بصفارته. مره ثانيه الشبراوي لكن خارج الملعب ركله المرمى، ركله ركنيه لفريق ادي العمده، العمده عماد متعب.
محمد الشناوي ركله ركنيه لفريق الجونه. هيلعب مصطفى جابر على مقاعد فريق الجونه. ثلاث لاعبين من صفوف من قطاع الناشئين في النادي الاهلي مواليد 97 و98 ولاعب 95. اقول لحضراتكم فاره فرصه. احمد حسني الضغط عليه يوسف عمر عدى يوسف بعرض الملعب. بنلعب في الدقيقه 37 من احداث عمر الشوط الاول وتقدم للنادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء. اتلعبت كروس عرضي لكن ما من صبر الرحيل صبري مبدا الامان مبدا السلام لكن اصطدمت خارج الملعب. رميه التماس للنادي الاهلي. ادي صبري رحيل يلعب رميه التماس للنادي الاهلي. هشام محمد لصبري لهشام محمد. هشام يلعب لنجيب محمد هاني. سلام على كريم ندفت حكم اشار باستئناف اللعب. بيسو بيسو عايز يعدي بيسو مره ثانيه. بيسو عايز يغير ملعب ولعبه جميله لكن الشناوي سهله بين ايدي الحارس محمد الشناوي. احمد حمودي اعتراض من كريم ندفد على حكم اللقاء وانذار اول انذار في احداث اللقاء. انذار على كريم ندفد. اعتراض من كريم ندفد على الكره الاخيره. انذار اول انذار في احداث اللقاء لكريم ندفد. وهنشوف ركله حره لفريق الجونه. هيلعب مصطفى جابر اخصائي الضربات الثابته لفريق الجونه. مصطفى جابر ركله حره لفريق الجونه يلعبها مصطفى ويعلقها لكن يرد محمد هاني. ما شاء الله عجبني اداء محمد هاني في الواجبات الدفاعيه لمحمد هاني. ادي جونيور اجاييه جونيور جونيور ما شاء الله محطه قوه. سلام عليك يا جونيور. حط هجوميه قويه ما شاء الله من افضل اللاعبين اللي بياخد اللاعب في ظهره ويحضن على كورته. عامل محطه ما شاء الله جونيور اجاييه. كريم ندفد ايمن اشرف مره ثانيه. ايمن لصابر رحيل يرجع لايمن اشرف. عد ايمن لكريم ندفد. كريم يلعبها في اتجاه محمد هاني. الله هاني محمد هاني يلعبها ارضيه ارضيه. جونيور جونيور هيلم هيعدي جونيور اجاييه زي حضر ويلم على كورته جونيور لكن الضغط عليه ضغط عليه جونيور اجاييه. بيسو ضغط عليه من نجيب ما شاء الله. محمد نجيب محمد نجيب استعاد شبابه والله. محمد نجيب محمد هاني يلعبها ارضيه. يضغط مره ثانيه خالد صبحي والمرتده السريعه لفريق الجونه. خالد يلعبها ويغير ملعب لكن صابر رحيل بكل امان وبكل ثقه. يرجع صابر لمحمد الشناوي. لم يختبر محمد الشناوي حتى الان في صوت اللقاء الاول. هشام احمد حمودي ينزل لنص الملعب علشان يعمل التسليم والتسلم مع لاعب التيمبو ترمومتر الاداء في منتصف الملعب. هشام محمد يلعب لمحمد نجيب. نجيب يلعب لايمن اشرف. ايمن لحمودي احمد حمودي الشله جميله. حمودي عايز يردها لصالح هيلحق صالح ولكن عدت مره فاتت خارج الملعب ركله المرمى لفريق الجونه. زي ما قلت لحضراتكم بالامس لقاء الاهلي وطلائع الجيش يعني بشهاده كل اساتذه التحليل وخبراء التحكيم ثلاث ركلات جزاء للنادي الاهلي لم تحتسب. مش ثلاث ركلات جزاء وبس لا ده يعني ما فيش اثنين يختلفوا فيش اثنين يختلفوا على اي ركله جزاء في الوقت اللي تم احتساب على ركله جزاء على النادي الاهلي. لا تمت لا تمت لكره القدم بشيء يعني لو اتكلمنا بنفس المعيار النادي الاهلي عمره في يوم من الايام لا انسحب عشان خاطر خطا تحكيمي لا طلع اتكلم كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اتكلم امبارح بكل احترام وتقدير عن التحكيم ولكن الاخطاء اللي شفناها من الحكم يعني الكابتن جمال الغندور
يقول على كرة عبد الله السعيد سوء تمركز من الحكم، كلمة كبيرة قوي. يعني ايه الحكم عنده سوء تمركز؟ يا جماعة ما بنتكلمش على مهارة، ده احنا بنتكلم على اساسيات التحكيم. لازم الحكم يكون واخد الزاوية الصحيحة والرؤية الصحيحة. ما ينفعش ان خبير تحكيم يطلع يقول لك ان الحكم كان عنده سوء تمركز، دي جريمة. ما تتكلمش على خطأ، دي جريمة. في الوقت نفسه عملية ان الاهلي يقول احنا بنخسر بالتحكيم، الاهلي عمره ما اتكلم في يوم من الايام على تحكيم، ولا عمره في يوم من الايام طلع يتكلم على حكم، ولكن بالصوره اللي احنا شفناها امبارح لا، جماهير النادي الاهلي بتقول لا للتحكيم. مع احترامنا للتحكيم ودايما بنساند وبندعم التحكيم، ولكن بالصوره اللي احنا شفناها امبارح كابتن حسام البدري كل الاحترام والتقدير للنادي الاهلي وجهازه الفني كلموا على التحكيم، ولكن من بدري بننبه ونقول اخطاء التحكيم ما ينفعش معاها الصبر لحد كده. نرجع لاحداث اللقاء، ادي جونيور جاي يلعبها، يلا يا راجل يلا يا سلام على جونيور. دايما بنادي وبقول على اسم اللاعب اللي عمل الجون قبل اللاعب اللي احرز الهدف، وميدو جابر سجدة الشكر يا ميدو. هدف ثالث للنادي الاهلي، هدف ثالث. ولكن شوف حمودي ارجع بقى تاني، ارجع تاني النهارده هاتريك في التمرير، هاتريك اللاعب صالح جمعه جونيور جاي من لمسه واحده بكل ثقه بكل خبره. ميدو جابر الثلاثيه حمراء، وادي جونيور يا سلام على السنده، السلام على الهدوء والثقه، سلام على الهدوء والثقه من اللاعب ميدو جابر. يعني الهدف اللي احرزه، الهدف اللي احرزه ميدو جابر فكرني بهدف كان احرزه والله ابو تريكه في شباك الزمالك في مباراه كاس مصر اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء، كان لعبها بركات بنفس الصوره، وابو تريكه مش لم لحارس المرمى، ده لم اثنين مدافعين وحارس المرمى وحطها في الشباك. هشام محمد الثلاثيه حمراء للنادي الاهلي في اداء وصوت واحد من اجمل الاصوات للنادي الاهلي. لعب في الدقيقه 43 ثلاثيه حمراء بتوقيع جونيور راجاي احمد حمودي وميدو جابر، وارجع لصاحب الحكايه والروايه المعلم والوسطى طبيب التخدير في النادي الاهلي صالح جمعه. النهارده صالح جمعه بسيطه بسيطه بيحط الكل التمريرات لكل اللعيبه ديس بسيطه. يرجع مره ثانيه صالح جمعه، صالح يضغط، صالح عبد الله البلاط، مصطفى جابر لمحمد الشبراوي، احمد حسني يضغط، ميدو جابر ان شاء الله اداء رائع النهارده من ميدو جابر، اتمنى له التوفيق. واحد من العناصر زي ما قلت لحضراتكم العناصر المميزه في النادي الاهلي ومفتاح من مفاتيح اللعب اللي دايما محتاجينه في ارض الملعب. ايمن اشرف يرجع لحمودي، اسلحه النادي الاهلي ما شاء الله تضع النادي الاهلي، والكابتن حسام البدري اللي مطالب كل لقاء بيحط 18 لاعب ان شاء الله. حاله الجاهزيه اللي عليها لعيبه النادي الاهلي امر يحسب للجهاز الفني للنادي الاهلي، حاله الجاهزيه اللي عليها بدلاء واللعيبه الاساسيين في النادي الاهلي امر يحسب للجهاز الفني للكابتن حسام البدري. قلتها وهقولها تاني، مش عمرك مش اي وقت ومش كل وقت هيجي لك مدير فني هيبص على البدلاء وان هو يجهز فريق تاني ويبص على قطاع الناشئين. بالامس شايفين احمد حمدي في ارض الملعب، شايفين احمد ياسر ريان، بتتكلم على لعيبه عمرها 19 سنه، بتتكلم على لعيبه مواليد 98. كلم على جهاز فني بدا يبص وبيبص دايما لقطاع الناشئين في النادي الاهلي ويبص ان هو يجهز فريق للمستقبل، ما ببصش ان انا اجهز فريق عشان اخد بطوله وبس، لكن عارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي، عارف يعني ايه اسم النادي الاهلي، عارف يعني ايه حب جماهير النادي الاهلي لاسم وقيمه النادي الاهلي. كل التوفيق للكابتن حسام البدري وجهازه الفني ان شاء الله يكمل مشواره ويحقق بطوله الدوري ودوري ابطال افريقيا هذا الموسم، البطوله الاهم هذا الموسم للنادي الاهلي. والله جماهير النادي الاهلي ما تقولكش ما فيش حاجه عند النادي الاهلي بطوله اهم وبطوله مش مهمه، اي بطوله بيدخلها النادي الاهلي لازم لازم تتحط في دولاب بطولات النادي الاهلي. كريم نيدفيد، كريم بيسو، نلعب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع. مصطفى جابر للشبراوي، الشبراوي عايز يعدي، الشبراوي ومعاه كريم نيدفيد،
يضغط ميدو جابر، المرتدة السريعة، السلام على وش الرجل، يلعب لصالح، صالح جمعة يلعبها التمريرة. أول مس باص من صالح جمعة النهاردة، حسدناك ولا إيه؟ يرجع مرة تانية ويبدأ كريم الكومي، يلعب لصلاح خطاب. صلاح، صلاح سهلة العرضية، يمسكها محمد الشناوي على مرتين. ثلاثية حمراء للنادي الأهلي تدون أحداث شوط اللقاء الأول. أيمن أشرف لهشام محمد، حالة الاتصال، لاعب التيمبو، لاعب اللي بيعمل ضبط لقاء في منتصف ملعب النادي الأهلي، نوعية اللعيب اللي بيعمل التسليم والتسلم. أدي هشام محمد، كورة السهلة، الكورة البسيطة اللي قلنا زي ما قلت لحضراتكم في أول لقاء ليه مع الأهلي في لقاء النصر، ما تحسش ان هشام محمد غريب على قميص النادي الاهلي. صافره نهايه احداث الشوط الاول يطلقها حكم اللقاء طارق سامي بنهايه احداث الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. احرز اهداف النادي الاهلي جونيور اجاي، احمد حمودي، واخيرا ميدو جابر. اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، هذا ما كتب وكان في شوط اللقاء الأول، في انتظار ما سيكتب وسيكون في شوط اللقاء الثاني. استراحة قصيرة ثم نعود لحضراتكم مع أحداث الشوط الثاني. اترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، عشاق ومحبي الساحرة المستديرة، متابعي شاشة قناة النادي الأهلي، مرة تانية نلتقي سويا من هنا من استاد مختار التتش، قلعة الإنجازات، قلعة التاريخ والبطولات، وأحداث الشوط الثاني من لقاء الأهلي والجونة في المباراة الودية التجريبية اللي بياخدها النادي الأهلي قبل لقاء الترجي التونسي يوم 16/9 بمشيئة الله. شوط أول انتهى بتقدم النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. أحرز ثلاثية النادي الأهلي جونيور أجايي، أحمد حمودي، ميدو جابر. مع بداية أحداث الشوط الثاني أجرى الكابتن حسام البدري ثلاث تبديلات بخروج أحمد حمودي وصالح جمعة وميدو، والله ميدو جابر في أرض الملعب، ونزول عماد متعب ونزول عمرو بركات. خرج حمودي وصالح جمعة ونزل عماد متعب وعمرو بركات. يبقى تشكيل النادي الاهلي، اقول لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي في الشوط الثاني. في حراسه المرمى محمد، والله احمد عادل، عندنا تبديل اخر ايضا، احمد عادل في حراسه المرمى قدامه ايمن اشرف ومحمد نجيب، في اليمين محمد هاني، في الشمال صابر رحيل، في نص الملعب كريم ندفد وهشام محمد، قدامهم بيلعب الثلاثي ميدو جابر وعمر بركات وجونيور اجاي، وراس حربه وحيد هو العمده عماد متعب. شوف قدم لنا ايه فريق النادي الاهلي في الشوط الثاني، واللي حضراتكم ايضا التبديلات اللي اجراها وعملها فريق الجونه اللي بيقوده الكابتن هشام زكريا. شايف تغيير بالكامل لعناصر الفريق، فريق الجونه. زول اللاعب رقم خمسة شاهين السيد، هنا اللاعب رقم ثمانية على وزة اللي قلت حضراتكم هو ضمن، كان ضمن قطاع الناشئين في النادي الاهلي مواليد 95 على وزة. ادي الجونيور اجاي، اجاي يلعب التمرير عند العمدة عماد متعب، خد شارت القيادة من هشام محمد، العمدة عماد غنام لاعب النادي الاهلي وناشئ النادي الاهلي مواليد 98، لاعب غنام اللي انتقل هذا الموسم لصفوف فريق الجونة. بعرض الملعب اتلعبت عبد الله البلاط في الجانب في الجانب الايسر، لعبت طويله لكن ما من هشام محمد. عد عمرو بركات،
كريم ندفد لهشام محمد. ان شاء الله زي ما صرح لنا الاستاذ وليد مهدي مدير اداره تنظيم المباريات في النادي الاهلي، بدءا من الغد ان شاء الله هيتم بدء تسليم دعاوي وبطاقات وتذاكر لقاء الاهلي والترجي التونسي بدءا من الغد بمشيئه الله. هيتم تسليم تذاكر وبطاقات ودعاوي مباراه الاهلي والترجي التونسي زي ما صرح الاستاذ وليد مهدي مدير اداره تنظيم المباريات بالنادي الاهلي. ما بين شوطي اللقاء صرح لنا ان شاء الله مباراه هامه للنادي الاهلي، كل التوفيق للمارد الاحمر. اتلعبت طويله سهله في ايد احمد عبد الفتاح. يلعب مره ثانيه غنام. اتلعبت مره ثانيه عند اللاعب كوليبالي عبد الله كوليبالي القادم من كوتيفار. زي ما قلت لحضراتكم تسليم تذاكر ولا بطاقات الدعاوي طبعا بعد التوجيهات من السيد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي اللي بذل مجهود بجانب مجلس اداره النادي الاهلي لزياده عدد الجماهير والسماح بعدد اكبر لجماهير النادي الاهلي ان شاء الله لمؤازره النادي الاهلي في اللقاء الهام والمنتظر والمرتقب امام الترجي التونسي. مباراة إن شاء الله توفيق للمارد الأحمر في هذا اللقاء. يرجع محمد نجيب، كريم ندفد بعرض الملعب، ميدو جابر، ميدو يرجع لهشام محمد لعمرو بركات. عمرو هشام مرة تانية شلها جميلة في اتجاه محمد هاني. يا سلام يا هاني، عدى هاني يلعبها عرضية أرضية مش معدية. قاطع اللاعب رقم 24 محمد عطية. غنام عايز يعدي لكن مقطوعه لعطيه. لاعب رقم 18 محمد عبد الجواد. عبد الجواد يلعب كروس عرض عرضيه من عبد الجواد لكن ما من نجيب. السلام على الخبره محمد نجيب. محمد هاني يلعب هاني لنجيب، نجيب يشيلها في اتجاه ميدو جابر. ميدو يا السلام يا ميدو سندها لنفسه ويعدي يلعب للعمده ولكن التغطيه الدفاعيه من شاهين. كريم ندفد هشام محمد صابر الرحيل من لمسه واحده. يلا يا عمرو، عمرو بركات قاعده صواريخ للنادي الاهلي. لعبه طويله لكن مأمن اللعب محمد عطيه. هادي عمرو بركات لاعب النادي الاهلي عنده الكثير والكثير عمرو بركات. احمد عبد الفتاح يلعب احمد عبد الفتاح استلم في الجانب الايسر. اتلعبت طويله في اتجاه اللاعب فابيام. بالمناسبه اللاعب فابيام رقم 19 لاعب من باراجواي عنده 21 سنه. لاعب فابيام قادم من باراجواي عمره 25 عام. 25 عام فابيام اول موسم ليه مع فريق الجونه. ايضا اللاعب عبد الله كوليبالي لاعب مواليد اللاعب عمره 29 عام بالقميص رقم 29 لاعب عبد الله كوليبالي. محمد هاني في الجانب الايمن. محمد هاني يسند مع ميدو جابر. ميدو جابر عمرو بركات يرجع مره ثانيه. كريم ندفد، كريم ندفد لم مره ثانيه. ندفد رجع لمكانه الطبيعي كريم ندفد على قلب دايره المنتصف. يرجع هشام محمد لعمرو بركات. عمرو يلعب عمرو بوش رجله والتحرك الجميل من صابر رحيل لكن شاهين يلعبها. شاهين اصطدمت وخارج الملعب. ركله المرمى لفريق الجونه ثلاثيه حمراء للنادي الاهلي حتى الان براسيه من جونيور راجاي واقدام احمد حمودي وميدو جابر. في الشوط الاول كان نجمه الاول صالح جمعه صاحب الثلاث تمريرات بثلاث اهداف. يلعب محمد عادل لعبد الله كوليبالي لغنام. غنام اللي قلت لحضراتكم ناشئ النادي الاهلي مواليد 98
انتقل هذا الموسم في صفقة انتقال حر لفريق الجونة اللاعب غنام. بعد دمج فريق النادي الأهلي فريق ال 97 وال 98 لعيبة انتقلت من الأهلي. ادي اللاعب باكا ماني مع ليمبي. باكا الورقة الجديدة الأفريقية للنادي الأهلي. هنشوفه تبديل للنادي الأهلي. يستعد باكا علشان يكون الورقة البديلة للنادي الأهلي. كابتن حسام البدري والجهاز الفني نظرات الترقب والانتظار إن شاء الله. كابتن حسام في هذا اللقاء والعقله عقله مع لقاء الترجي. ودي تصويبة سهلة في إيد أحمد عادل عبد المنعم. أيضا بيستعد إسلام محارب. العمدة عماد متعب أسطورة من أساطير النادي الأهلي. هتكتب في تاريخ النادي الأهلي أساطير كتير ونجوم كتير. حط من ضمنهم عماد متعب. اتلعبت في الجانب الأيمن. ميدو جابر القدم اليسرى النهاردة بيديله أكبر عاد أكبر وقت ممكن. الكابتن حسام البدري. أدي جوني راجعي عايز يحضن لنفسه. مقطوعة مرة تانية المرتدة عبد الجواد اللي فابيام يرجع فابيام لغنام لمحمد عادل. بالمناسبة محمد عادل كان لاعب نادي المقاولون العرب واتحاد الشرطة. محمد عادل زي ما قلت لحضراتكم كابتن هشام زكريا عامل فريق محترم. وادي تدخل من شاهين مع جوني راجاي. باكا ماني مع هالمبي. شوف باكا بالقميص رقم 32 قميص رمضان رمضان صبحي القميص رقم 32. هينزل باكا ماني وانت لابس القميص 32. قبل ما تنزل باكا خلي بالك اوعى تقف على الكوره كتير. يعني باكا ماني معلم بالقميص 32 يا ترى هيقف على الكوره ولا لا باكا ماني؟ بس بلاش يا باكا ناس كتير بتزعل. يرجع مره ثانيه احمد عادل. لعب الطويلة استلام اول لمسة اول تواجد في مباراة على ملعب مختار التتش. عدى واختارك يا سلام. لا 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 يا سلام يا باكا. باكا ماني مهالمبي على طريقة سوبر ماريو على طريقة شوف المهارة شوف الابداع. لا 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 اللاعب ده هيعمر مع جماهير النادي الاهلي. اللاعب دوت خلاص يعني عايز اقول لحضرتك من اول لمسه ليه في مباراه على ملعب مختار التتش. ملعب ده يا باكا لعب عليه وصال وجال التواريخ واساطير كتير سجلت وكتبت صفحات للنادي الاهلي. باكا من لمسه الاولى قلت لحضراتكم هيعمر مع جماهير النادي الاهلي. عمرو بركات بلمس الشيخ وضعها في شباك طلاع الجيش. هنشوف عمرو بركات نظرات الترقب من هشام محمد. عادي الجهاز الفني للنادي الاهلي هشام وعمرو بركات. عمرو يصوب الله على الرابع. يا سلام يا عمرو بركات يا سلام عليك يا عمرو. لا من حقك اقول واعيد وازيد عمرو بركات. يا سلام عليك يا ابو زيد الهلالي بركات يا هلال يا سلامة. يا سلام عليك يا عمرو يا بركات. قلناها من أول لمسة جواهرج النادي الأهلي عمرو بركات بلمس اللمسة بنفس الكورة. والله الصورة تبقى الأصل من لقاء الأمس من كورة أحمد الشيخ. يا سلام عليك يا عمرو يا بركات. هدف رابع للنادي الأهلي رباعية للنادي الأهلي وقدم يسرى لعمرو بركات. يضع النادي الأهلي في المقدمة بهدف رابع. غنام يرجع لشاهين لعلي وزة عبد الجواد. هدف ده هيفرق كتير مع عمرو بركات. يعني في لقاءات ودية الهدف فيها الباص التمريرة من اللاعب بتفرق معنويا مع اللاعب. محتاج عمرو بركات الهدف ده. يعني نفس الاحتياج ميدو جابر للهدف اللي احرزه في الشوط الاول. هشام محمد باكا يلعب لكريم ندفت. كريم النهارده اداء رائع من كريم ندفت. يرجع مره ثانيه في الجانب الايمن عند علي وزه. علي يلعبها طويله فابيام
خارج الملعب، رمية التماس لفريق الجونة، رباعية للنادي الأهلي. يلعب علي وزة، علي تمريرة مع كوليبالي، محمد عادل، باكا، باكا ماني لعمر بركات، عمرو لندفد، ندفد عدى ندفد، اخترق ندفد، التمريرة لعمر، عمرو بركات هيعدل ويصوب، الله حلوة حلوة حلوة، روعة روعة والله، روعة من عمرو بركات، قاعدة الصواريخ الأرضية المتحركة في النادي الأهلي. القدم اليسرى، القدم اليسرى اللي بتدون معاه، ادي عمرو، عدل عمرو وصوب وسدد وعدلت جسم، والله عليك يا عمرو، لكن سنتيمترات قليلة تعلو عارضة أحمد عبد الفتاح. محمد هاني، محمد هاني يا سلام عليك يا محمد يا هاني، شوف سرعة الارتداد اللي قلت لحضراتكم عليها، سرعة الارتداد من أطراف ملعب النادي الأهلي. ادي هشام محمد، هشام محمد الهدوء والعقل والاتزان، خليفة خليفة حسام غالي في منتصف ملعب النادي الأهلي. لعبة طويلة في اتجاه اللاعب شاهين، علي وزة، علي خارج الملعب، رمية التماس زي ما قلت لحضراتكم، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر متواجد هنا في ملعب أستاذ مختار التتش، أستاذ كامل زاهر أمين صندوق النادي الأهلي، الأستاذ عماد وحيد، والسيدة اللواء شيرين شمسة المدير التنفيذي للنادي الأهلي. طبعا مهمة مهمة صعبة جدا إنك تكون مسؤول عن نادي بحجم وقيمة النادي الأهلي، انت مش مسؤول عن نادي وبس، مش مسؤول عن اعضاء، ده انت مسؤول عن 70 مليون اهلاوي، هدفك اسعاد اكتر من 70 مليون اهلاوي، مهمه صعبه انك تكون مسؤول داخل منظومه عمل النادي الاهلي، وانك تكون على راس القياده الفنيه في النادي الاهلي، امر في غايه الصعوبه، يعني مهمه ثقيله لكل فرد داخل منظومه عمل النادي الاهلي. اتمنى التوفيق باذن الله بمشيئه النادي، بمشيئه الله للنادي الاهلي في اللقاء القادم. يلعب احمد عادل لايمن اشرف، يرجع هشام مع محمد نجيب، نجيب من الجانب الأيمن، عدى نجيب، عدى واخترق نجيب، نجيب عدى نجيب، لم كورته نجيب، ولكن ياخد منها ركله ركنيه للنادي الأهلي، اختراق على طريق عنتر شايل سيفه من محمد نجيب، ياخد منها ركله ركنيه. هيلعب الركله الركنيه للنادي الأهلي، ميدو جابر، ميدو جابر ركلة ركنية للنادي الأهلي، يلا يا ميدو يلعبها على القائم الأول، عدت، يرد مرة ثانية شاهين لنجيب، نجيب يسندها أرضية، باكا باكا، يلا يا راجل عايز يصوب ويسدد لكن اتقفل عليه، لكن واضح من لمسته، واضح من لمسته، لمسة مهارية، لمسة مهارية، ولعيب كورة، لعيب كورة يعني بلغة الكورة، الراجل ده كورتاجي، لاعب باكا. يعني كان اخر الصفقات للنادي الاهلي، يعني بالمناسبه وكيل اللاعبين محمد جمال العاصي كان بذل مجهود في صفقه باكماني، الصفقات الاخيره للنادي الاهلي. تواجد معانا النهارده استاذ نادر شوقي وكيل اللاعبين، ايضا محمد جمال العاصي، وادي اتلعبت، يرد مره ثانيه عبد الله البلاط، محمد نجيب وفابيام، مأمن نجيب، أيمن أشرف، يلعب لهشام محمد، أكتر لاعب لمس الكورة في أرض الملعب هشام محمد، اللاعب اللي بيعمل التسليم والتسلم، أدي ميدو جابر عايز يعدي، عدى ميدو، عدى ميدو، يا سلام يا ميدو، صبري رحيل، يا الله صبري، صبري يشيلها أرضية لكن سهلة في إيد أحمد عبد الفتاح، لكن عجبني الإصرار اللي عندي ميدو جابر النهارده. ميدو جابر النهارده بيأدي لقاء اكثر من رائع. ادي هشام عبد الجواد، يا سلام يا هشام، حائط صد قوي
للنادي الاهلي وقاعده تتكسر عندها هجمات فريق الجونه من البدايه. هشام محمد بيصول ويقول في يا سلام يا كريم، عدى كريم من واحد ومن الثاني ومن الثالث. محمد نجيب يرجع لندفد. النهارده زي ما قلت لحضراتكم المكان اللي بيحب يلعب فيه ندفد، قلب دايره المنتصف. ادي لقاء اكثر من رائع النهارده بجانب هشام محمد، كريم ندفد، هشام. قاعدة التمرير اللي دايما لاعبي النادي الاهلي بتبص عليها، ادي ميدو جابر يرجع مرة تانية لهشام محمد، هشام لكريم ندفد، ايمن اشرف غير ملعب لنجيب، استلم نجيب يسندها من لمسة واحدة. هاني محمد، هاني لمحمد نجيب، باكا، باكا ماني، باكا عايز النهارده يجيب هدف، احرز هدف النهارده باكا يفرق معاه كمان، خلاص بيسهل عليه المشوار مع النادي الاهلي. غنام اتلعبت خارج الملعب مع عبديه، ركله ركنيه للنادي لنادي الجونه. وهنشوف تبديل، حمدي، حمدي مسلم رقم 26، تبديل لفريق الجونه. خارج عبد الله البلاط، عبد الله البلاط ادى لقاء شوط اول وجزء من الشوط الثاني لحضراتكم قادم لنادي الجونه من صفوف الاسيوطي. هنشوف اخطبوط النادي الاهلي في نص الملعب، اللاعب اكرم توفيق ورقه بديله اخرى للنادي الاهلي معاه كابتن سعيد احمد، واحد من اقدم الاداريين في الكره المصريه. عم سعيد هذه اتلعبت عرضيه، ارضيه هذه التصويبه، لكن يا سلام صبري، هو صبر رحيل، هو صبر رحيل، تصدي من صبر رحيل من قلب يعني قبل ما توصل لاحمد عادل. مره ثانيه اتلعبت خارج الملعب مع الدائرة رامي التماس، اكرم، اكرم توفيق، شوف بديلا لهشام محمد. هيخرج هشام بعد ما اطمن عليه الكابتن حسام البدري. بالمناسبه هشام واحد من اللعيبه اللي تم قيدهم مؤخرا في القائمه الافريقيه بجانب وليد ازارو واحمد الشيخ. هشام محمد اداء ولقاء اكثر من رائع من جانب هشام محمد. ينزل الاخطبوط اكرم توفيق، ادي التصويبه اعتقد كانت من اللاعب علي. ادي صبر رحيل حط رجله ما شاء الله، صابر رحيل. احمد عادل طويله من احمد عادل، اتجاه عمرو بركات، دفعه في ظهر عمرو بركات، ياخد منها ركله حره للنادي الاهلي. كريم ندفد، عمرو بركات العمده، عماد ياخد منها ركله حره، هيلعبها هيقف عليها العمده، ركله حره للنادي الاهلي العمده وعمرو بركات هيسيبوها للعمده. العمده عماد متعب، ركله حره للنادي الاهلي. يعني جماهير النادي الاهلي مستنيه، عايز عماد متعب، يعني جماهير النادي الاهلي بتحب لمسه عماد متعب للكوره، تتمنى هدف لعماد متعب. قلت لحضراتكم قيمه كبيره، اتكلم على لاعب في ياما لعيبه مرت على النادي الاهلي، لكن مش اي لعيب بيعلق مع جماهير النادي الاهلي، مش اي لاعب بيكون جزء من تاريخ النادي الاهلي. عماد العمده، عماد نظرات الماضي الجميل في اعين ابو تماره. عماد متعب وركله حره، يلا يا عمده، العمده يشيلها عماد، اصطدمت بالحائط البشري. باكماني، عمرو بركات، بركات يشيلها جميله لصبري، صبري وعبد الجواد، خد منها رامي التماس النادي الاهلي. صبري رحيل، اداء رائع النهارده من صبري. هيلعب صبري رحيل، سندت لباكا، باكا عايز يسند، يلا يا راجل، يلا يا راجل، واحده والثانيه باكا. ميدو جابر مأمن، عبد الجواد، عبد الجواد عايز يعدي، لعبت لحمدي،
اكرم توفيق، السلام يا اكرم، حط رجله، شوف يعني خبره والله اكرم توفيق. ميدو جابر، ميدو عدى، ميدو ميدو المهاره يسندها لعمرو بركات، عمرو عمرو عايز يلف ويعدي، اتقطعت مره ثانيه، اتلعبت لعلي وزه، علي وزه يلعب لكوليبالي، عبد الله كوليبالي لعبد الجواد، قافل عليه صابر رحيل. اداء وانضباط من جانب لاعبي النادي الاهلي في عمليه الارتداد والتنظيم في ارض الملعب. عبد الجواد عدى، عبد الجواد صبري لم مره ثانيه، صبري يلعبها، حمدي يرجع لحارس المرمى احمد عبد الفتاح، شاهين. بالمناسبة شاهين واللاعب محمد عطية هو من أقدم اللاعبين فريق الجونة. أحمد عبد الفتاح يلعبها طويلة، رد مرة ثانية أكرم توفيق، عمرو بركات، عمرو يسند لميدو جابر، يلا ميدو، ميدو يرجع مرة ثانية لكريم ندفد. كريم تحس إن لعيبة النادي الأهلي النهاردة بتلعب بمزاج رايق. لميدو جابر، غزالة رايقة النهاردة، امبارح يعني بالامس اللقاء يعني الحكم كان شادد اللقاء، يعني بالامس تقدر تقول وتصريح يعني مش محتاج لا يقبل الشك، تحكيم افقد الاهلي نقطتين. فعلا يعني بكل ثقه تقول التحكيم افقد الاهلي نقطتين، لكن النادي الاهلي زي ما قلنا في الشوط الاول مش من عادته ولا من عاده جماهيره انها تتكلم على التحكيم، تحكيم الناس تتكلم على التحكيم الامر ده ليه ناسه. خارج الملعب الركله الركنيه، ركله المرمى لفريق الجونه، هيلعب وادي الكرة اللي ردت لباكا وعدل ومرة تانية صوب وسدد، لكن اصطدمت بدفاعات فريق الجونة في الجانب الأيسر. غنام يلعب، غنام لعلي وزة لحمدي، حمدي مسلم، حمدي لمحمد عادل، عادل لعلي وزه لحمدي مره ثانيه، تحضير من فريق الجونه في نص ملعبه، ولكن عامل ضغط النادي الاهلي بيضغط على فريق الجونه من فوق من نص ملعبه علشان يعمل عمليه العزل لخط الدفاع عن خط الوسط ويفقد فريق الجونه عمليه بناء الهجمه من البدايه. النادي الاهلي بيعمل عمليه الضغط المرتفع ويعمل العزل، ادي كوليبالي عدى، عدى يلعبها، فبالتالي مش هتلاقي في مجمل اللقاء اي كرات خطيره على مرمى النادي الاهلي سواء الشناوي قبل خروجه او احمد عادل حاليا، لان النادي الاهلي بيلعبيه عامل ضغط على فريق الجونه من نص ملعبه من فوق وبيعمل عمليه عزل لخط الدفاع عن خط الوسط علشان يفقد فريق الجونه عمليه ومرحله بناء الهجمه من البدايه. يلعب مره ثانيه شاهين لعطيه، مقطوعه، ركله حره للنادي الاهلي لصالح الاخطبوط اكرم توفيق. عمرو بركات، عمرو لسه الكوره بتاعت معانا كره اكرم توفيق، صابر رحيل عدى، صبري عدى لكن اتقفل عليه ضغط مزدوج، عبد الله كوليبالي، شوف ميدو جابر راجع، ميدو يؤدي الدور في حاله تقدم صابر رحيل، يا سلام يا اكرم، اكرم بكل هدوء يلعب لعمرو بركات. مباراه اعتقد اختبار جيد، اختبار جيد وتجربه مميزه للاعب النادي الاهلي والجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري، طمن على حاله الجاهزيه، تلعب مع فريق محترم وبيقوده جهاز محترم. ادي ركله حره لميدو جابر، ركله حره لميدو جابر، ادي ميدو عدى وخد علي وزه في ظهره وعدى، ولكن التدخل من علي وركله حره للنادي الاهلي. كريم ندفد لعمرو بركات، محمد نجيب يلعب التمريره في اتجاه باكا، باكا ماني ياخد منها ركله، والله ركله مرمى، ركله مرمى لفريق الجونه. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي
في لقاء الترجي يا رب بمشيئة الله. بطولة تسعة، الطريق إلى الوصول للنجمة التاسعة. علي وزة يلعب، علي لعبد الجواد، علي إن شاء الله تابعونا على قناة النادي الأهلي. تغطية حصرية لكواليس النادي الأهلي قبل لقاء الترجي التونسي. إن شاء الله يكون معاكم في فندق إقامة اللاعبين، مقر إقامة اللاعبين وكواليس من التدريبات الأخيرة ويوم اللقاء. وبمشيئة الله كاميرا قناة النادي الأهلي هتصحبكم في السفر إلى تونس إن شاء الله يوم 21. ننقل تقرير يومي ورسالة يومية لاستعداد النادي الأهلي إن شاء الله. شغل حصري، هتبقى حصريا على الهواء على قناة النادي الأهلي إن شاء الله. صعود وادي علي وز، علي علي يلعبها لكن سهل، لكن سهل والله في ايد احمد عادل، حب ياخدها بوش رجله علي وز، لكن واقف متمركز بصوره صحيحه والله احمد عادل. يا رب بمشيئه الله التوفيق للمارد الاحمر في لقاء الذهاب على استاد برج العرب، وبمشيئه الله في استاد ملعب رادس اللي قلنا لينا حكايات وروايات في ملعب رادس بتونس. النادي الاهلي توج بالبطوله الافريقيه من قلب تونس مرتين 2006 و2012، 2006 تحت قياده مانويل جوزيه وهدف تريكه على الصفاقس التونسي، 2012 واحده من اجمل لقاءات النادي الاهلي الخارجيه على مر التاريخ كانت القياده الفنيه للكابتن حسام البدري. قدر يفوز على الترجي على ملعبه بعد التعادل هنا في القاهره بهدف لكل فريق، قدر النادي الاهلي يفوز بهدفين مقابل هدف، هدفي محمد ناجي جدو ووليد سليمان في مباراه من اجمل واروع لقاءات النادي الاهلي. يعني وكانت عين الحسود بعد هذا اللقاء كان اصيب حسام غالي، كان واحده من اجمل لقاءات حسام غالي في تاريخه، اصيب بعديها حسام غالي بقطع في الرباط الصليبي. يا رب بمشيئه الله ربنا يكرم و تحقيق الفوز ان شاء الله في اللقاءين. محمد نجيب، ايمن اشرف، اكرم توفيق موه وعد اكرم، هنشوف اسلام محارب، العمدة عماد لعمرو بركات، اتسندت واحدة والتانية، يا سلام يا عمرو حب يلعبها لكن مقطوعة. مرة تانية اكرم، هايل يا اكرم والله بيبذل مجهود. قلت لحضراتكم اخطبوط النادي الاهلي، اسلام محارب رقم خمسة، السهم الاحمر محارب النادي الاهلي، اسلام محارب هيطلع، محمد هاني هينزل، اسلام محارب، كريم ندفد هياخد مركز الظهير الايمن، كريم هيتولى مركز الظهير الايمن مع خروج محمد هاني. اداء رائع من محمد هاني في الفتره الاخيره، استعاد بريقه ولمعانه محمد هاني. ميدو جابر، يلا ميدو جابر يسند لعمر، عمرو بركات هيصوب، يلعبها ارضيه بكل الاغاني بكل المعاني، بيصوب ويسندها باكا ماني، باكا 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 ماني، هدف اول لباكا ماني بقميص النادي الاهلي. لكن شوف سرعه نقل الهجمه، واحده والثانيه عمرو بركات، شوف القطعه، لا 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 يا جماعه، لا 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 ارجع يا مخرج اللقاء، هتالي تاني، هاتها تاني من الزاويه اللي فاتت، الزاويه اللي فاتت، شوف اللاعب باكا قطع ازاي وجري ازاي وتوقع ازاي. السلام عليك يا باكا، قلت لحضراتكم اللاعب ده ما شاء الله، لا تسلم ايديك يا محمد يا جمال يا عاصم، تسلم ايديك، قلت لحضراتكم ما شاء الله الولد قطع بطريقه. عايز اقول لحضراتكم 19 عام، مواليد 12 سبتمبر عام 1997، لكن الكوره لو اتعادت مخرج اللقاء ومخرج قناه الاهلي يرجع لنا باللقاء مره ثانيه. الزاويه الثانيه، شوف اللاعب قطع ازاي وجري ازاي، ادي الكوره، ادي عمرو بركات، شوف التحرك منين، وادي عمرو، شوف بقى القطع، شوف الاسبرنت الاخير، لا 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 حته لعيب ما شاء الله، وكاتم وقافل بطن رجله، هدف خامس للنادي الاهلي، خماسيه للنادي الاهلي، واول هدف للاعب باكماني مهالمدي، اول هدف بقميص النادي الاهلي. يلعبها ضربه الراس من شاهين، لكن السؤال اللي انا عايز اساله، ليه القرار بعدم ان يكون متواجد في قائمه كل مباراه اكتر من ثلاث لاعبين افارقه؟ يعني ليه؟ يعني ما شاء الله
وجود ثلاث لاعبين، ايه الغرض من هذا القرار؟ يعني ايه المانع ان يبقى موجود اربع لاعبين؟ باكا قدم اوراق اعتماده من اول لمسه، قلت لحضراتكم دخل قلوب الاهلاويه، هيعمر مع قلوب النادي الاهلي، يرتدي القميص 32 ناقصه حاجه واحده، يقف على الكوره خلاص خلصت الحكايه والروايه مع قلوب جماهير النادي الاهلي. كريم ندفت، كريم النهارده كريم يلعب في اكتر من مركز، يتبادل مركز الظهير الايمن مع اكرم توفيق. باكا، باكا السلام يا باكا، يرجع لمحمد نجيب، يلعب لاكرم، اكرم مركز الظهير الايمن، ايمن اشرف لاسلام محارب، اسلام واحد من اللعيبه اللي بيديلك الارتاحيه في ارض الملعب انك توظفه في اكتر من مكان، واحد من اللاعبين اللي بتحل بيه اي جزء في المباراه. اسلام محارب، اسلام السهم الاحمر، اسلام يرجع لصبري، صبري رحيل ياخد منها رقم التماس، مجهود ما شاء الله من صابر رحيل النهارده. ادي الكابتن حسام البدري وجهازه الفني، قلت لحضراتكم مباراه كلها مكاسب، كلها مكاسب من افضل اللقاءات الوديه اللي اداها النادي الاهلي في الفتره الاخيره، بعيدا عن نتيجه اللقاء، بعيدا عن نتيجه اللقاء، ولكن الجهاز الفني الكابتن حسام البدري هيحط كده علامات وخطوط لاستفاده كبيره جدا من هذا اللقاء، اطمئنان على عناصر مهم وعوده بعض اللاعبين لمستواها المعود، ظهور لاعب زي باكا بالمستوى اللي احنا شفناه ويقدم اوراق اعتماده النهارده. باكا، ايمن اشرف خلاص بيثبت اقدامه في مركز المساك، كريم ندفد النهارده واكتشاف يرجع لمكانه الاصلي والطبيعي، اكرم محمد نجيب في الجانب الايمن مع اكرم توفيق اللي تولى الجانب الايمن، اكرم كريم ندفد اللي عاد لمكانه الطبيعي، اسلام محارب من همسه واللمسه مع عمرو بركات، عمرو ايضا استعاد بريقه ولمعانه، ميدو جابر النهارده، لا قلت لحضراتكم المكاسب كتير، حدث ولا حرج، مكاسب بالجمله للنادي الاهلي، القسطى والمعلم بتاع الشوط الاول صالح جمعه، يعني انا بستغرب صالح جمعه ازاي في منتخب مصر، يعني اللقاء الاخير ازاي صالح جمعه كان ينزل في الدقيقه 86 و87. كريم ندفد سؤال ولوغاريتم، يلعب اسلام محارب، يلعبها طويله، يعني زي ما قلت لحضراتكم علامه استفهام كلنا شفناها، ازاي صالح جمعه في لقاء اوغندا ينزل في الدقيقه 87، يعني كان عليها علامات استفهام كتير. مره ثانيه شاهين، غنام، حمدي مسلم، يلم حمدي، خماسيه حمراء للنادي الاهلي، يضغط العمده، لكن يا سلام غنام، غنام محمد عطيه، تمريره عند عبد الله كوليبالي، فابيام تمريره لعبد الجواد، عايز يعدي عبد الجواد لكن حط جسمه، يا سلام يا صبري، يعجبني يعجبني اللعب. والله يعجبني صبر رحيل، اللاعب اللي يلعب مش عيب، مش عيب انك تطلع الكره لرميه التماس، اسلوب السهل، اسلوب السهل مش عيب، كرة السهله سهل على نفسك. صبر رحيل واحد من اللعيبه اللي لازم تحسب له الكره اللي فاتت، صعبش الامر، مش عيب انك تطلع الكره. ميدو جابر النهارده واحد من نجوم المباراه، ميدو جابر استعاد الكثير والكثير، ميدو جابر زي ما قلت لحضراتكم مكاسب النادي الاهلي والجهاز الفني كابتن حسام البدري النهارده مكاسب بالجمله. ايمن اشرف لصبر رحيل، السلام صبر لم يعد، يرجع مره ثانيه لايمن اشرف، محمد نجيب طرف في الجانب الايمن، محمد نجيب يلعب لاسلام محارب، اسلام للعمده، العمده هيلم العمده، عماد عايز يلعبها لميدو جابر ولكن خارج الملعب، رميه التماس، العمده عماد متعب شاور لميدو جابر، لكن الهدف الخامس اللي احرزه النادي الاهلي بقدم اللاعب باكا ماني، هدف يلخص كلام كتير جدا، يعني نوعيه اللعب، القطعه اللي عملها، التحرك، التوقع، اول ما حس ان عمرو بركات استلم الكره شوف السبرنت اللي عمله اللاعب، جري ازاي وتوقع الكره ازاي، يعني ما شاء الله نوعيه لاعب زي ما قلت لحضراتكم
خلاص من البدايه دخل قلوب جماهير النادي الاهلي. كوليبالي عبد الله كوليبالي يلعبها سهله لاحمد عادل، يلعب مره ثانيه كريم ندفد لباكا. كريم ندفد، كريم لاكرم توفيق، اسلام محارب، لم كريم يرجع لاكرم، نوه وعاد لاكرم. لحضراتكم حريه الحركه وحريه التوظيف اللي بيديها لاعب النادي الاهلي للجهاز الفني، بتسهل امور كتير. عمرو بركات، اسلام محارب لعمرو بركات مره ثانيه، يلا يا عمرو العبها بوش رجله الخارجي في اتجاه باكا، هيلحق لكن طويله عدت مره فاتت خارج الملعب. يعني باكا هنا بيشاور لعمرو بيقول له العبها تشيب، لكن طويله على باكا خارج الملعب ركله المرمى. يبدا مره ثانيه فريق الجونه مع اللاعب شاهين. محمد عادل لاعب المقاولون واتحاد الشرطه السابق، يلعب احمد عبد الفتاح، شاهين لغنام، ملاطف الاخير من احداث امر اللقاء، تقدم للنادي الاهلي بخماسيه مقابل لا شيء على فريق الجونه. محمد عادل يلعب لغنام، هنشوف اللاعب محمود رشاد، محمود فلكاو لاعب وناشئ النادي الاهلي مواليد 97 اللي انتقل لفريق الجونه في صفقه انتقال حر هذا الموسم. محمود فلكاو بالمناسبه، فلكاو الموسم الماضي احرز مع فريق النادي الاهلي مواليد 97 احرز 11 هدف. فلكاو انتقل في صفقه انتقال حر زي ما قلت لحضراتكم لفريق الجونه. اللاعب فلكاو واحد من نتاج قطاع الناشئين في ارض الملعب، زي ما قلناها مرارا وتكرارا مفيش فريق بيلعب النادي الاهلي الا لما لازم تلاقي لاعب واثنين او ثلاثه كانوا ضمن قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اتلعبت سريعه وهجمه لفريق الجونه، هجمه بشكل منظم، يلا يا راجل هيصوب غنام لكن اتقطعت والمرتده السريعه، المرتده للعمده، العمده عماد استلم العمده، عماد متت قاطع ميدو جابر يلعبها لميدو لكن مره ثانيه مقطوعه. حمدي مسلم يضغط عمده، يا سلام يا عمده، بركات عمرو بركات، يلا بركات عدى عدى ميدو جابر، جاي من التسلل، جاي من التسلل جابه، جاي من التسلل عمرو بركات. كوليبالي لمحمد عادل، عادل يلعب في الجانب الايسر يشيلها محمد عطيه لكن سهله لاحمد عادل. ميدو جابر، ميدو غير ملعب عند باكا، استلم باكا، يلا يا باكا باكا باكا، يسند لعمرو، عمرو بركات، عمرو يسند لاسلام، اسلام عايز يعدل على اليسرى ويصوب العمده، العمده لكن رايه صفاره، رايه صفاره تسلل على العمده عماد متعب. تبديل لفريق الجونه، هيطلع فابيام، فابيام رقم 19، هينزل محمود رشاد فلكاو. تبديل لفريق الجونه، يلعب شاهين، اتلعبت، يضغط اكرم توفيق، ميدو جابر، ميدو النهارده اللقاء ما شاء الله بالكامل لميدو. عمرو بركات نمسك الخشب، اداء رائع من ميدو، اللمسه واحده يلعب لصابر رحيل، صابري يرجع لايمن، ايمن اشرف لندفد، كريم ندفد يبدا مع محمد نجيب لاكرم، والله الباكا لنجيب مره ثانيه خلاص، وانسجم منسجم سريعا اللاعب باكا مع لعيب النادي الاهلي، ان شاء الله لاعب عنده السرعه والقوه والمهاره. اسلام محارب واحد من اللعيبه اللي بيدي الحريه للكابتن حسام البدري في توظيفه في اي مكان في منتصف الملعب. نجيب
عمرو بركات، اسلام محارب، لا موه ولم، اسلام لصبر رحيل، صبر يرجع لايمن اشرف، سلام يا ايمن، لم ايمن لصبر رحيل مره ثانيه، صبري لميدو، حب ميدو يلعبها بالكعب، يضغط مره ثانيه فالكاو من لمسه واحده، عمرو بركات، عبد الله كوليبالي والمرتده السريعه عند فالكاو، فالكاو ايمن يضغط ايمن بكل قوه، بكل قوه يضغط ايمن اشرف، هايل والله ايمن اشرف لحضراتكم لعيبه، الميزه في العناصر اللي جابها الاهلي هذا الموسم، استخدم اللعيبه اللي استخدمها هذا الموسم، اللعيبه مش هتاخد وقت كتير على الانسجام، يعني سريعا اسلام محارب، ايمن اشرف، هشام محمد، خلاص دخلوا في اجواء النادي الاهلي، طبعا سهل عليهم الامور كتير ولاد النادي الاهلي، ايضا احمد الشيخ باكا ان شاء الله، اللاعب عبد الله الشامي لاعب السوري المنضم حديثا للنادي الاهلي، هنشوفه في اللقاءات القادمه، ادي باكا، باكا عايز يسند، يسند مع العمده، الله الله على الروعه يا عمده، الله على الروعه يا عمده، الكعب ده ما يعملوش غير غير العمده عماد متعب، يا سلام عليك يا باكا، نرجع بقى للي جاب الهدف، شوف العمده، شوف العمده، شوف العمده، شوف ابو تماره، شوف باكا ماني بيعمل ايه، الله على الاهلي، الاهلي الله عليه، سداسيه للنادي الاهلي، سداسيه للنادي الاهلي، ما شاء الله، يعني فريق بيلعب بالامس وفريق النهارده، يعني نمسك الخشب والله، لا يعني لازم ترفع قبعة الاحترام والإشادة لحسام البدري، الراجل ده اتحمل الكثير والكثير، يعمل في صمت، كل التحية هفضل أقولها في كل وقت وفي كل مكان، كل التحية لحسام البدري وجهازه الفني للنادي الأهلي، مفيش فريق في مصر عنده حالة الجاهزية، حالة الجاهزية اللي عليها العناصر البديلة على نفس مستوى اللعيب اللي في ارض الملعب، نرجع بقى للهدف اللي احرزه باكا ماني والكعب اللي عمله العمده، اجمل ختام لاجمل حكايه واجمل روايه للنادي الاهلي، سداسيه للنادي الاهلي، وادي العمده عماد متعب، ما شاء الله عليك يا باكا، باكا ماني مهالمبي، سداسيه للنادي الاهلي، ينتهي بها احداث لقاء الاهلي والجونه، اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، بنشكر كل فريق اخراج النادي الاهلي وفريق فريق النادي الاهلي النهارده وطاقم اخراج اللقاء، كل التحيه للنادي الاهلي ولاعبيه وجهازه الفني، نشكر ايضا الكابتن هشام زكريا المدير الفني لفريق الجونه وفريق الجونه، اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، التقينا على المحبه والخير والسلام، وفي الختام تقبلوا مني خير السلام، كان معكم معلقكم الرياضي فاروق صلاح، اترككم في رعاية الله وأمنه، تقيكم في لقاءات قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.